اي رجل ما بيسقفش يرفع ايده ويسقفك يا عم بعد اذنك. ها 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 ممكن تقفل يا عم ماجد بالفرقه وتسمع سقف قبر الشيخ من غير الفرقه قلبي. قلنا عيل مراسي وابدع دكن، عيل مراسي وابدع دكن، هوايتي هي ركوب المكن، هوايتي هي ركوب المكن. هنسمع الخلاصة، هنسمع الخلاصة، لا لف ولا حوارات، احنا بتوع الكتكات، لا لف ولا حوارات، احنا بتوع الكتكات. وهترفع ايدك فوق، ارفع ايدك كده اهو، وارشع كتكات بما يرضي الله. صفر المرابعين اولاد حرب اولاد عماره، اهم اولاد حرب يا حوده. تتكلم علينا تدفع غرامة، لو مش مصدق روح اسأل ماما. يا ماما يا ماما الحب والعهاتس يا ابو شروق، انت ابو شروق. يا خراب الخراب حبس يا موكشا، سجلنا عملنا جماله، سيطرنا في اي حكاله، سجلنا عملنا جماله، سيطرنا في اي حكاله، فبقت عملت جواله، مش شايل جنب زميل، يا زمان ما كاش مش علاش علشان الصحاب كلها ببلاش، بتقل الحمص وما تنفعناش، بتقل الحمص وما تنفعناش. قال لي حمصلاه يا عم محمد يا ابو حمصلاه علشان عريس الليله، قلنا اوتار الليل، قلنا عريس الليله، قلنا اوتار الليل، قلنا عريس الليله. عاملين سلام جديد، رقصة بيرسي تاو، عاملين سلام جديد ودراسة بيرسي تاو، كيلوك كلام بقرش وكلام بميزان، ومحمد عبد سلام رقصة بيرسي تاو. الساعة في ايدك كام؟ يا حمص الساعة كام؟ على مزمار الساعة، تقول لي عن سلام، على مزمار الساعة، تقول لي عن سلام، الساعة في ايدك كام؟ يا حمص الساعة كام؟ الساعة في ايدك كام؟ ويا حمص الساعة كام؟ يا عم محمد يا ابو حمصلاه، قلنا جرس الساعه، قلنا جرس الساعه، جرس الساعه ضرب والكل ينتظرونا، جرس الساعه ضرب الكل ينتظرونا، هنقول عريض جديد
العريس 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 احلى عريس في الدنيا شو دكتور معانا بعد الزمان اولاد ارضي احلى ليله واحلى ايه عشان عريس الليله يا محبس من انت كان الاسد عميل حسن للعاع من انت كان الاسد عميل حسن للعاع يسيني بقى الراكز جايب له كل الساعة يا لهوي انت كان الاسد عميل يكفيني مدح الراكز جايب له كل الساعة هتروح عيال الجسد يعمل يلهيكو يا الحب الملك عدد انا بقول يا فيكو الحب يا معسلة انت رجال تمام علشان عريس الليلة قول اخوات العريس يا معسلة يا عم محمد يا معسلة عشان عريس الليلة الحلوة جاية بتهز طولها بتهز طولها قالت لي كلمة قالت لي كلمة أنا ما أقدرش أقولها ما أقدرش أقولها عارف بتقول لي إيه بتقول لي إيه بتقول لي أنا أسفة ما تشوف لك غيري أنا مش هتحمل مش هتحمل تاني معاك تاني معاك أنت عاوز لك حد يضحي طب مهما تعمل انا مش عايزك انا مش شريك انا مش عايزك مش عايزك انا مش شريك يا معسكر شعراوي انت رجال تمام شعراوي يا عم محمد قالت لي انا مش عايزك انا مش شريك انا قلت لها كلمتين انا قلت لها كلمتين قلت لها ما غلط وانت صح وانت صح قلت لها ما غلط وانت صح طب فرصه سعيده واديني من ده 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 على كفر الشيخ بلد الابطال على كفر الشيخ يا ابو عبد السلام الساعه كام بيقولوا علينا ديابه بيقولوا علينا ديابه واحنا ناس غلابه الرجاله اللي على المسرح ترفع ايدها لفوق كده يا جدعان ولا الرجال وارجع تاني واقول لك انا عايز اسمع صوت الرجاله وهي بتقول لعب سلام الدبابه ايه شهراوي اعلى بيقولوا علينا ديابه واحنا هي ناس غلابه ومحمد عبد سلام عامل سلام جديد اسمه سلام الدبا دبا ولا 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 شتات الشتات علينا علشان العريس والنبي ابو تريكه معلش اللي يحب النبي هيسقف كده والنبي كده كده اللي يحب النبي هيسقف كده والنبي طب ليه كده تشغل قلبي وتشغل عقلي وبالي معاك طب ليه كده تبعد تعني تخلف وعدي يا روحي معاك هفتكرك وانت نسيني ويروح النوم من عيني هفتكرك وانت نسيني ويروح النوم من عيني ولاقيك مشتاق يا حبيبي واتعذب انا في هواك اتعذب انا في هواك علشان عريس الليله قلنا عائلات ارضي قلنا كفر الشيخ كفر المرافعين يا مع السلام علشان الليبي العربي يا محمد علشان الليبي بيقول سألوه اتعذب انا بهواك وانا جاي من هناك اتعذب انا بهواك انا جاي من هناك وارجع تاني واقول لك عايز تقول ايه يا عبد السلام عايز تقول ايه يا عبد السلام والله العظيم الطلعه اللي جايه من عندك المفتاح وارجع تاني واقول لك عايز تقول ايه يا عبد السلام طب اسمع عشان الحمصان يقول لك والله لا انت قال
والله ثلاث دقايق ماليش فيه ماليش فيه. وارجع تاني واقول عايز تقول ايه يا عبد السلام عشان تعرفوا اللي هاتف معايا اللي يحب عبد السلام يقول ايه. استراح في الكوشة عريس استراح.